السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شو اشني اخيب شمس العشية وقعت لك اللي ما بغاش تنساه؟ خويا شمس العشية وقعت لي انا والصديق ديالي اللي ديجا عاودت لك عليه. هذاك صاحبي عنده بو واحد الموتور، واحد الموتور مخلوط منه ستانش من فهمتي مبريكولي من هنا من هنا. جا عندي كنت مريح في الدار، جا عندي وكان معايا الوالد ديك النهار، جا عندي قال لي اسامه يلا نضربوا شي دويره. صافي بدينا كندورو في البراكه في الزناقي، درنا واحد الكسيده الحمد لله خرجت طريفه، دازو محدانا ديتيا درنا راسنا واقفين حدا الموتور سلكناها. صافي جي الدرب كنطلب فيه يعطيني سوق، انا عمرني سقت الموتور كذب عليك. قلت لي اسامه شوف عطيني سوق الموتور شويه نضرب به دويره حتى نزقزق به. قال لي واخا، قال لي ما طلعش الطلعه راه كيكون الوالد في ديك القهوه. وانا عنصوري معاك كتكبر منه بعام كنحقر عليه، كنقول لي صافي واخا كنشد الموتور صافي غاديين في الشارع غنطلع هذيك الطلعه اللي قال لي هو ما طلعش فيها. غاديين بحال هكا انفو غنطلعوا، كاين في القنش في هذيك الطلعه كاين واحد الدجيجي، وداك الدجيجي قدامه واحد الطوموبيله كحله. كنزلقوا بالموتور هو انا طالع وهو كيدور فيا كيقول لي ما طلعش من تماك راه كاين الوالد بغى يدورني. شوف الكلاخ ديالو، وانا مكلخ اكثر منه مشيش معاه في هواه. صدقنا زالقين بالموتور، غادي الموتور زالق بينا حنا طحنا الموتور غادي راك عارف غادي بسرعه زلق الموتور. الموتور دخل في ديك الطوموبيله الكحله. كنتفاجئوا كيجي عندنا مول الطوموبيل كتجمع الجوقه تماك مالكم مالكم. جا داك مول الطوموبيل مكسطر ضارب الكوستار والراجل كبير وعندو الموستاج وقف علينا. اجي نتوما نتوما هاد الموتور سايقينو ما عندكم حتى الوراق. وانا معصب ومحرود وانا نقول ليه مالك كاع عندنا الوراق. قلت ليه اسامه جبد الوراق وانا نحيدو من الدري من بوطو ما كان دايرهم هنايا، وانا ندير داك الراجل على صدرو ها الوراق ويشدهم ويقول لي تبعوني المقاطعه انا القيد جيو خذوهم. انا بديل القيد صافي وانا ندير ما فهمت والو. عاد جا الرجال قال لي هذاك راه القيد الطوموبيله ديال القيد هذيك. وانا نضرب على البلاكة بانت لي في ام كبيرة حمراء وانا نبدا نطلب فيه الله يرحم لك الوالدين سعادات القيد. كنا صغار بدينا نطلبوا الله يرحم لك الوالدين، بداو يطلبوا ذاك الناس. قلنا يلا سيروا، تشد انا المقاطعة بعدا كرفصنا واحد شوية وخلعنا وقلنا يلا سيروا. والشمس اللي تشمت هذه شوف هذه شمس العشية، ولكن راه تشمت فيها ديال بصح. كنت صغير كنبيع ونشري في القهوة في حي السلامة الشوكولاتة هذه، كنت كنشري واحد بواطة ديال الشوكولاتة ديال 10 دريال كندورو بها كنبيعو الشوكولاتة ب 10 كنبيعوه بدرهم كنربحوا فيه نص الثمن. كنطيح في حد السميري ولد الحرام اش دار ليا. تلاقيش معاه كان لابس بيلو شورت كان الصيف هذيك النهار، وقفش عليه بحال وقف عليا قال لي شوف، قال لي شي ديك القهوه اللي في الدخله ديال حي السلامه قال لي غاتشي تما كتسخر ليا غتقول لي قال لكم مول القهوه سما لي واحد السميه اعطيه هذيك الباكيه ديال القهوه ديال القهوه هذيك اللي كيطحنوها. قلت لي صافي. قال لي راه غندور معاك نعطيك واحد 6000 ريال. وانا الصغر ديالي طمعش 6000 ريال صخرة مول القهوة. قلت لي صافي وغادي هاز معايا شكارتي ويقول لي راه شد لك ديك الشكارة تقلع لك بواطة شادة في يدي وشكارة دير فيها بواطة ديال الشوكولاط. عطيتو الشكارة وعطيتو البواطة اللي في يدي قال لي كانوا عندك شي فلوس راهم لي تاهما شدهم لك. أقسم لك بالله عطيتهم لي عطيتو شي 1600 تقريبا. مشيت بالفرحات عليا غادي دابا أنا غادي كنجري وكندور كنلقاه باقي واقف ورايا بالفرحات عليا غادي لديك القهوة تشبتني. وكنشوف والله الا باقي قرع من هنا عنده الجناب الشعر هنا مدلي ولد الحرام. وانا قرع شوف اللي قرع من هنا عنده الشعر هنا مدلي ما تشيقوش فيه ويكون له الشعر الطويل. صافي كندور كنلقاه باقي واقف وانا غادي كنجري مع هذيك القهوه كاينه في الدخله. اللي دخلت ديك الدخله ما غاديش تبقى تشوف. صافي دخلت سولتهم قلت لهم فلان بن فلان قال لي ما كنعرفوش التسميه ولد اسير. رجعت مع كندير ديك الزنقه بغيت نشوف ويبان لي ما لقيتوش. دارك بطاطا الشوكولا سالي كلشي. مشيت كنجري لديك القهوه اللي قال لي راه هي ديالي. دخلت عندهم وديت كنعات ليهم مني شي وجاتني التغرغيره. قلت لهم راه قرع من هنا وعنده الشعر لابس في نصكم حمر واش ما بانش ليكم. قال لي يا ولدي راه كاع ما كنعرف هو هذا راه مول هاد القهوه كاع ما كاين هنا كاين في الطاليان بعدا. صافي بقيت كندور في حي السلامه داك النص نهار كامل كندور شفت عيش نصب عليا الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار وما تشيقوش في القرعين والو. صافي مشيت للدار طالع لي الدم فهمتي كدبر باش نمشي للبحر باش نشط. تشمتنا في هذيك 16 ميوج بواطه ديال الشكلاط والشكاره جاب الله ما داش شي حاجه اخرى هاني جموف. شي ميساج اللي توصلوا الناس اللي كيتيقوا بزاف واللي كيتنصب عليهم بهذه الطرق بحال هكا؟ الناس اللي كيتنصب عليهم بهذه الطرق هادو كنقول لهم راه 2022 هادو فايقوا شويه من القلبه. راه بنادم النيه راه النيه راه ديرها ولكن راه كاين معاه من دير النيه. كاينين الناس كبار كيبان لك اللي شاد كافي شر وخير وكيف كنقولوا ماشي هو اللي كيبدا يطلمس عليك ويبدا يكذب عليك. هذاك تقدر تخدم مع النيه ديالك، ولكن اللي كيبدا يكذب عليك كيبدا يقول لك انا هادي
حاج سيدي موسى راس الكرم موسى داكشي راه كذوب، بلا ما تشيقوا بهذيك الهضره. نصيحه، بغيتوا تشيقوا تشيقوا في ولادكم اول حاجه، تشيقوا في خوتكم، هادو هما الناس اللي تشيقوا فيهم الاولين، اما شي الاخر اتونسيو اتونسيو اتونسيو، ردوا البال ردوا البال. كيف ما تعرفوا الشمس عشيه هو واحد البرنامج توعوي ماشي للفرجه انما للعبره، باش نستافدوا من اغلاط الناس، حتى نتوما لا عندكم شي شمس العشيه اولا شي شمتة راسلونا في بريد الصحفه وغادي نجاوبكم ان شاء الله، وما تنساوش الاراء ديالكم في لي كومونتير كيهمونا بزاف. السلام عليكم. شمس العشية هو واحد البرنامج جوعوي ماشي غير للفرجة إنما للعبرة، باش نستافدو من أغلاط الناس. ما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين وتبركو على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.